اهلا بيكم، ازيكم؟ النهارده جينا لفيديو جديد. الفيديو النهارده هيتكلم عن زوج المستقبل. زوج المستقبل ايه مواصفاته؟ بيشتغل ايه؟ هل هو شخص من الماضي تعرفه متعرفوش؟ الشخص ده دخل حياتك يعني قريب من طاقتك ولا لسه في وقت قبل ما يدخل المجال الطاقي بتاعك؟ هنعرف كل ده من خلال القرايه النهارده ان شاء الله. النهارده عندنا زي كل مره مجموعتين. اول مجموعه هتبقى بالحجر، خلينا بالحجر ده، بالحجر اللي باللون ده، هو بني على بيج، بني على بيج. دي هتبقى اول مجموعه معانا. تاني مجموعه هتبقى بالحجر البني، كله بني اللي بالشكل ده. حاول تركز طاقتك على الحجر، يعني تبص على الحجر او توقف الفيديو وتبص على الحجر علشان تعرف تختار كويس. وعلى فكرة الفيديو ده من غير ما تحط اي شخص في بالك، ما تحطش اي شخص في بالك، انت داخل على الفيديو كده من غير ما تحط اي حد قديم او لسه عارفه او ايا كان، ايا كان ما تحطش حد في دماغك. الفيديو ده بس حر 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 للناس اللي عايزة تدخل علاقات جديدة، حر الناس المتطفلة، الناس اللي عايزة تعرف هل في زواج خلال السنة دي ان شاء الله ولا ايه الامور اللي هتحصل. يلا نبدأ الفيديو. اهلا بيكم اصحاب المجموعة الاولى اللي اختاروا الحجر ده. هعرف دلوقتي الطاقة بتاعتكم وبعدين هندخل على الشخص اللي موجه ليك طاقيا، او يعني ان شاء الله باذن الله القدر ممكن يبعت ليك في خلال سنه من دلوقتي ان شاء الله. سنه اهو، خلي الفيديو ده سنه. يعني اي حد هيفتح الفيديو ده ويتفرج عليا خلال سنه، خلال سنه. الفيديو ده مدته من اول ما اتفرج عليا لغايه ان شاء الله ان عشنا سنه بالظبط. انت متردد على فكرة، انت شخص هنا متردد، شخص متردد، متردد في حاجة مش عارفة، حاسة ان انت عندك علاقتين متردد فيها، متحكم كمان، شخص متحكم مسيطر، بتحس ان انت هي كلمتك واحدة، عايزة انفذ اللي في دماغي، عايز كل حاجة تبقى على مزاجي. انت ممكن تكون شخص طماع، مش طماع طماع وحش، ولكن انت طموحك عالي بالذات في الشخص ده، بالذات في شريك الحياة. يعني انت عندك مواصفات خاصة، مواصفات خاصة لشريك حياتك، عايزه يبقى ذات مواصفات معينة. انت مش اي حد بتقبل بيه على فكرة، خصوصا ان انت طلعت من علاقة، طلعت من علاقة وقابلت فيها بالكتير قوي. يعني انت قابلت الشخص ده بعيوبه، قابلت الشخص ده بعيوبه، والشخص ده على فكرة ممكن يكون سابك بسبب ايه؟ بسبب ان انت جد قوي زيادة عن اللزوم، شخص جد قوي جد، ومش هقولك ان لدرجة الخنقة، بس انت فعلا من كتر جديتك ممكن تخنق اللي قدامك، ودي صفة سلبية فيك هنا صاحب القراية الاولى. ايوه انت عايز شخص معين. انت هنا عايز شخص معين، شخص مش اي حد يدخل حياتي انا فيا كذا وكذا وكذا. وعلى فكره عايز اقول لك حاجه، انت هنا عارف قيمه نفسك كويس، عارف قيمه نفسك في الطاقه دي، بس انت برضو في وسواس في دماغك او في افكار سلبيه بتقول لك ان الدنيا سودة والدنيا متلخبطه ومين هيلاقي ومين طب انا مين وانا مش عارفه ايه. لكن انت عندك ثقه في النفس، انت عندك ثقه في الناس. ممكن الافكار دي او الكلام ده يجي من الناس اللي حواليك او من الناس اللي انت عايش معاها او من الناس اللي بتدخل حياتك، فانت بتقول يعني الناس دول زيهم زي غيرهم، زيها زي عبيد زي زيت زي مش عارفه ايه. فانت بتقول ان كل واحد انت عايز شخص محدد، شخص معين. ممكن تكون اللي عايزه هو ده اللي جرحك، او هو ده اللي حصل في انفصال ما بينكم، او هو ده اللي ما بينكم كان علاقه ثلاثيه. انت عندك على فكرة عندك مش شغف، لكن انت عندك حرية التصرف، واحد. اتنين عندك ابداع، تلاتة عندك انت على فكرة بتعرف تاخد الاهداف كويس،
وبتعرف توصل لأهدافك كويس، وعندك حرية إن أنت فعلا تعمل اللي أنت عايزه. تمام، أنت عايز تتحرر هنا ممكن من علاقة، عايز تتحرر من علاقة يعني أنت مش بتدي فيها حب مثلا، أنت مش بتدي فيها حب، وممكن تكون حبيت من طرف واحد هنا أو حبيت حد مختلف عنك يعني، فأنت أنت مش لاقي لي بديل ده حاجة، ولكن أنت فتح قلبك وروحك لأن أنت تعمل حاجة جديدة او ان انت تبذل مجهود في حاجة، والحاجة دي ممكن تخص شغل، ممكن تخص شغل او ممكن تخص طموح، طموح او بالذات بقى طموحك طالع بره، بره بلدك يعني، انت بتطمح ان انت تعمل حاجة بره بلادك يعني، او تسافر او تهاجر او تنتقل، لكن مش قال لحد، انت عايز الكلام ده يبقى سر، وممكن كمان انت عايز تدخل علاقة سرية، لكن انت عايز، ده انت سريع، ده انت متسرع جدا على فكرة، انت شخص متسرع، انت شخص متسرع على فكرة، ممكن يكون بتدخل في علاقات كرمية هنا، في علاقات كرمية يعني، ممكن انت خرجت من علاقة وانت عايز تدخل في علاقة تانية، ظهر لي 5 of swords، انت في حد ضحك عليك بقى، حد ضحك عليك او حد سابك او حد هجرك او حد خانك او حد قال كلام عليك، حد بيضطهدك، ولكن انا حاسه ان هو مش عايزه استعجل يعني. في كارما، في كارما، في كارما، في كارما على فكره، الشخص ده، الشخص اللي اذيك او سرقك او 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 الشخص ده ان شاء الله داخل في كارما. تمام، الشخص ده هيعيط جامد قوي يعني، عايزه اقول لك ان الموضوع هيسح وينح يعني، دي كرمته ليك انت، دي كرمته بسببك، بسبب حاجة عملها لك، بسبب هو سرقك، هو نهبك، هو قال عليك كلام، طعنك في ظهرك، ولكن انا حاسة ان هو كلام اكتر، كلام فضحك الشخص ده، ممكن عشان كارت الورلد، ممكن يكون الشخص ده فضحك مثلا او قال عيوب فيك مش فيك، فالموضوع احبطك نفسيا جدا، وقررت ان انت تاخد مع الشخص ده حاجة، انت ممكن يكون دعيت على الشخص ده ولكن مش قوي، باين ان انت دعيت، لكن باين ان انت غضبت من الشخص ده، ماشي، في غضبت منه. انت بنتكل، انت عندك علاقتين في حياتك وعايز بدايات جديده، عايز تبتدي من اول وجديد، انت ممكن تكون عملت حاجات سيئه في الماضي وانت بتحاول ان انت تبقى شخص رزين او متزن، انت كينج اند كوين في نفسك، فممكن انت يا كينج كوين جرحتك، ممكن انت يا كوين الكينج جرحك، ففي هنا اتنين بيضربوا في بعض، بيغيظوا بعض، بيستفزوا بعض او ايا كان بقى، الشخص ده قديم عموما، بس انت خرجت من العلاقة دي، شكلك انت خرجت منها او بقتش مهمة بالنسبة لك، لدرجة ان انت تتنطط وفرحان بنفسك ورايح جاي وقلت مش مهم، طز زيه زي غيره يعني، واللي راح واحد هيجي 600، وقررت ان انت تجتهد في شغلك وتركز في شغلك اكتر، ولكن انا عايزه اقول لك حاجه، انت بتلعب هنا بالنار بحد او باتنين او بشخصين، شخص منهم بره بلادك، وشخص ممكن تكون انت بتوعده بحاجات، ولكن انت في شخص ممكن تكون انت هتمشي من علاقه من العلاقه معاه يعني، انت ممكن تكون وعدته او قلت له حاجه فانت بقى ايه ناوي تخلع من الاخر، ولكن خلي بالك هيجي لك كارما من الحكايه دي، فا جاستس، انت هيجي لك كارما او هيجي لك حاجه يا صاحب القرايه الاولى لو انت استمريت في اللعب او استمريت في الاستهزاء او ان انت استهزأت بمشاعر غيرك هنا. تمام، فخلي بالك من الطفل. 9 of cup، 9 of cup، انت عايز علاقة كاملة، علاقة صريحة، بس انت انا حاسة ان انت كنت في علاقة كاملة او كنت حاسس بيها في بيها بيها في الكمال، العلاقة دي كانت unlimited في كل حاجة، unlimited بقى في المشاعر، unlimited في الزعل، unlimited في البلوكات، unlimited في اي حاجة، في الاختلافات، ان في ورلد هنا، فانت انت هنا عايز علاقه، عايز حد يكملك، ليه؟ ليه؟ لان انت قاعد كده، انت قاعد كده في فور اوف كاب، انت ممكن تكون عطيت البني ادم ده، ممكن تكون الكرامه معكوسه، انت ممكن تكون عطيت البني ادم ده مشاعر، تكون عطيته يعني حاجات، بمعنى اصح استنزفت طاقتك، استنزفت طاقتك مع الشخص ده، والشخص ده خد منك كل حاجه وبخ بقى ولعب بيك، مشى وسابك، يعني اي حاجه بقى، اي حاجه سيئه،
ولكن الشخص ده لو عمل كده فهو ليه كارما، ليه كارما. تعالي انتي بقى اطلعي بره عشان انتي ايه. تعالوا نشوف بقى الشخص اللي ان شاء الله جاي في طاقتك، شخص زوج المستقبل او الشخص اللي هتحب او ترتبط بيه. ممكن يكون توأم روحك، ممكن يكون شخص عادي، ولكن بينكم يعني طاقة ايجابية، فاهمين بعض، منسجمين مع بعض، يعني في ما بينكم كيمياء يعني. والله يا جماعه انا حاسه ان انا قاعده مع الجيران نفسهم. الفايف اوف كاب فيها ده الشخص ده طالع من علاقه، هيكون طالع من علاقه الشخص ده، وبيفكر يرتبط او بيفكر يدور على شريك حياه يعني زيك بالظبط. الشخص ده بيدور على حد بيكمله، حد عايز حد يكمله. والشخص ده كمان هيبقى مرتاح ماديا جدا، هيبقى شخص بيصرف عليك كتير قوي يعني. يعني الشخص ده هيكون صريف، وهيكون ممكن يكون غني كمان، وممكن يكون بيستثمر فلوسه في حاجات كتير جدا. لكن العيب الوحيد اللي فيه هيبقى شخص متحكم جدا، وهيبقى شايف نفسه هو اللي صح، انا بس اللي صح، انا بس اللي صح. برج التور ظهر معايا. يا ده الشخص ده يتعلق بيك جدا. طب هل الشخص اللي بيتعلق بيك ده من الماضي ولا جديد؟ تعالوا لي بقى. لكن شخص في شخص في الماضي، اما انت متعلق بيه او اما هو متعلق بيك. طب هل شخص الكارت اللي هنجد منه طالع للماضي ولا دلوقتي؟ الله، تعالي تعالي. توقفون. شخص من الماضي، شخص انت كنت عارفه على فكره. الشخص ده انت متعلق بشخص كنت عارفه، و انت محتار بينه وبين الجديد. انت محتار بينه وبين الجديد، وخايف تدخل علاقه جديده. ده من الاخر بقى يعني، انت من الاخر هنا خايف تدخل علاقه جديده. الهانجد مان طلع لك انت، ماشي، طلع لك انت. الهانجد مان طلع ليه؟ لان انت التو اوف وند. شخص اولا ما بيعرفش يقرر، تاني حاجه شخص متمسك جدا بحد قديم في طاقتك انت، وعايز تخرج من العلاقه دي، والعلاقه دي مكتفاك جدا. انت عايز الشخص الجديد ده عشان يعوضك ممكن. الشخص الجديد ده على فكره متدين جدا. الشخص ده هيكون مختلف عنك في حاجه، ولكن هيكون شخص متدين جدا جدا جدا. والشخص ده هيكون مش متسلط، لكن مش عارفه اقولها ايه. متصلب، ايوه متصلب الراي، متصلب الراي. في اوف كاب، يا اما انت هتبقى في علاقه ثلاثيه، يا اما الشخص ده هيبقى خارج من علاقه ثلاثيه للبعض منكم، مش للكل، للبعض منكم. الشخص ده هيكون خارج من علاقه، والبعض التاني الشخص ده هيكون متزوج او مرتبط. يا ويلتاه، لو انكم دلوقتي بتشدوا في شعركم وتقولوا ايه ده، انا هطلع من القرايه. اصبروا اصبروا، القرايه هتتعدل دلوقتي. في اوف سور بتقول ان انت ان الشخص ده، لا الشخص ده علاقه ثلاثيه وش يعني. بصوا الشخص ده متعلق، يا اما الشخص ده متعلق في علاقه ثلاثيه ومش عارف يخرج منها، والعلاقه دي مكتفه ايديه واسنانه وربطه كده من معميعه، وبعدين هو مش عارف يخرج منها. ولكن الشخص ده بيفكر ان هو يخرج من العلاقه دي، وحس ان هو خسر نفسه في العلاقه دي كتير جدا. طيب الشخص ده عايز مني ايه؟ طب قولي لي الشخص ده اولا متعلق دلوقتي، تمام؟ ففي احتمال ان الشخص ده ما يدخلش حياتك في طاقه قريبه. ليه؟ لان الشخص ده مرتبط لسه وبيخرج من حاجه، لكن الشخص ده عايز علاقه، عايز علاقه زيك بالظبط تكمله. بمعنى ايه؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان الشخص ده بيدور عليك. الشخص ده بيدور عليك زي ما انت زي ما انت بتدور عليه. انا مش عارفه افهمك ليه. تمام؟ الشخص ده بيدور عليك، بيدور عليك. تعالى بقى انت وقعت. شريط، شريط. الشخص ده جاي لك. الله، يعني انا مش فاهمه، يعني الشخص ده انا قلت ان هو هياخد وقت. يبقى انت كده معلم بقى ان انت خرجت من علاقه. ايوه انت خرجت من علاقه. لبعض منكم الشخص، بصوا بقى، للبعض منكم الشخص ده لو طلع من علاقه فبيدور على علاقه جديده تكمله،
تمام، الناين اوف بنتكل. وشخص اللي طالع من العلاقه ده جاي لك بسرعه جدا جدا جدا، لكن الشخص ده خايف من نفسه، بيخاف من دله، الشخص ده خواف ما بيعرفش يعبر، وبيبين لك كده بصوره الجامد وبصوره ان انا الرجل الغامض بسلامته. فالشخص ده كده هيكون عنده صفه الكبرياء شويه، نتكلم بالطاقه، هيكون عنده ايجو عالي، يعني الايجو عنده عالي جدا. اللي هو ايه بقى الايجو؟ انا اولا عندي كذا وكذا وكذا، انا عندي بيزنس كذا، انا اسم كذا، انا بشتغل في الحته الفلانيه، وانا انا محدش قدي خالص. فالشخص ده حس ان هو محدش قده. ده للبعض ان الشخص ده اتخرج من العلاقه. الشخص التاني بقى اللي متقيد، على فكره في طاقتين هنا داخلين معايا، في طاقتين داخلين معايا. وعلى فكره الشخص، في شخص قديم اللي انت متعلق بيه هو ده الشخص للبعض منكم. اما الشخص الجديد، لو انت نهيت علاقه قديمه وداخل في علاقه جديده، او عايز خلاص قفلت ملف العلاقه القديمه، فالشخص ده جايلك بسرعه، قريب منك جدا. والشخص ده بيعرف ياخد قراراته ومسؤول جدا الشخص ده، لكن من عيبه ان هو ما بيبينش العواطف، لكن جد جدا في المسؤوليه وفي ان هو ياخد العلاقه بطريقه جديه. البعض منكم، البعض التاني، الشخص ده لسه متعلق في علاقه، لسه متعلق في علاقة وبيفكر ان هو يخرج منها. طموح جدا الشخص ده، وعايز بنت كده تكون عاقلة. الشخص ده بيحب الرزانة، بيحب البنت العاقلة جدا. هيحب فيكي العقل والرزانة، وهيحب فيكي لبسك كمان. والشخص ده على فكرة ممكن يستشيرك في اموره، يستشيرك في اموره. الشخص ده ما بيحبش يعجز، وما بيحبش كمان المرأة اللي معاه تعجز. عايزة شباب على طول، عايزة بتتحرك على طول، ولكن عايزها في نفس الوقت تبقى حكيمة. فده من طباع الشخص ده. وعلى فكرة الشخص ده محقق انتصارات كتير جدا في شغله وفي حياته، وانا قلت لك ان الشخص ده متدين جدا. فايف اوف وند، بس الشخص ده هيكون عنده مشاكل كتيرة جدا. يعني ممكن يكون التصرفات اللي هيتصرفها معاك بسبب انه هيبقى عنده مشاكل كتير جدا. طيب ايه تاني عن الشخص ده؟ هيكون خارج من علاقة. الشخص ده هيكون خارج من علاقة. الشخص ده هيبقى متردد اول ما يشوفك ان هو يحبك او لا، او هيبقى متردد ان هو يشوفك كشريك حياة او لا. انت على فكرة بتوازن نفسك، وبتحس ان انت لازم بتشفي نفسك اولا، بتعمل هيلينج العلاقة قديمة. والشخص ده هيجي يشفيك يا فندم، هيجي يشفيك من العلاقة القديمة، وهينسيها لك كمان، وهينسيها لك. وبينك وبين الشخص ده هيكون مشادات كتير جدا، مش هقول لك مشاكل، لكن هتبقى مشادات كتيرة جدا. تمام، الشخص ده هيبقى مليان شوية، هيبقى تاخد تفخة قوي، وكمان اول ما تشوفه هيبقى مليان. ظهر عندي نمبر 9، ممكن الشخص ده ان شاء الله يبقى يجي يدخل طقطق في خلال شهر 9. على فكرة الشخص ده ممكن يكون كيميكال، ليه علاقة بالادوية او ليه علاقة باي حاجة كيميكال. ممكن يكون يا صيدلي، يا دكتور، يا بتاع اعشاب، او بتاع خلطات، او بتاع عطور. بس الشخص ده هيكون مليان، لو هي بنت فهتكون مليانه جدا، فيها جسمها انثوي كتير. يعني ايه كتير دي؟ جسمها انثوي، مش عارفه اقول لكم ايه. جسمها انثوي يعني فاتنه الملامح، بالذات في الجسد. يعني من النوع اللي انت بتحبه، ولو انت بنت فالشخص ده من النوع اللي انت بتحبيه، وهيكون مختلف جدا عن الشخص القديم الجزمه اللي سابك او اللي انت سبتيه. طيب ايه تاني عن الشخص ده بقى؟ يا ده الشخص ده حلو، يعني بصوا جايلك يا لهوي، جايلك بسرعه. الشخص ده جايلك بسرعه بجد، جايلك بسرعه. الشخص ده خلاص يعني هيبقى يعني مصدر امل ليك. الشخص ده هيبقى مصدر سعاده ليك، هيبقى مصدر سعاده ليك، وهيبقى شخص متسرع جدا جدا جدا، وقد التسرع بتاعه. في ناس مثلا بتبقى متسرعه
ونقول عليها متهورة، لكن الشخص ده متهور. ومين اللي طلع له الفل؟ انت. انت شخص متهور، تمام، طلع لك في طاقتك ان انت شخص متهور. الشخص ده هيبقى زيك متهور، لكن الشخص ده هيبقى حكيم جدا في التهور بتاعه، بمعنى اصح ان هو ما بيخطيش خطوه غير لما يبقى عارف كويس جدا هو رايح على فين. ليه؟ لان الشخص ده امبرور اند كينج، وحاجه تانيه الهايروفنت. الهايروفنت والشخص ده على فكره البعض ممكن يكون متزوج. الشخص ده عامل مستحيل عشان يبقى معاك، مستحيل عشان يبقى وياك. ده هنجد من طلع لنا تاني. شوف ده هيتعلق بيك جدا اول ما يشوفك. وفي شخص على فكره، في شخص بالمواصفات دي في طاقتك، يعني انت تعرفه، شخص انت تعرفه. الشخص ده اللي احنا بنتكلم عنه اللي هو زوج المستقبل، الشخص ده انت تعرفه، انت تعرف الشخص ده وبتفكر فيه، وممكن تكون قابلت الشخص ده في الشغل. تعالوا لي بقى. انت الشخص ده يا فندم قديم بالنسبه لك، اوكي؟ قديم. ليه قديم؟ لان ديس طلع، الشخص ده علاقتك بيه انتهت، في علاقه انتهت وماتت، والعلاقه دي هتتجدد تاني، وانت متعلق في حد. انت متعلق هنا في حد، متعلق في شخص. فانت مش هقولك ان انت مش عايز حد جديد، لكن انت عايز الشخص ده بقى، انت عايزه، انت متعلق بيه يا فندم، انت متعلق بيه نفسيا. نفسيا الايت اوف سورد. الشخص ده مدمرك وجرحك كتير، وعمل فيك المهلبيه دي كلها، يعني عملك شوربه في مهلبيه، حطك حط الشوربه على المهلبيه وعملك اللي هو طلعك في الاخر. انتاج الشخص ده ايه؟ انتاج الشخص ده انت، الايت اوف سورد. انتاج الشخص ده ايه لما حبيته؟ سي اوف سورد. الشخص ده انتاجه ايه لما حبيته؟ فايف اوف سورد. يا فندم الشخص ده كارمي، تمام. الشخص ده ما جالكش من وراه غير تعب القلب، زي اغنية تمن عاشور، ما جلناش مش عارفة ايه تعب القلب. فك التعلق ده واحد، فك التعلق. انت محتاج ان انت تفك التعلق بالشخص المنيل بستين نيلة ده، ده الشخص القديم، ده الشخص القديم، تمام تمام. والشخص ده عايز يجيلك ويعتذر لك ويقول لك انا اسف والكلام ده، بس ما اعتقدش ان انت هتديه فرصة تانية. ليه؟ لان انت مقرر العلاقة دي بح تموت. يا اما الشخص ده بقى للناس التانية ان الشخص ده جديد وانت هترفضه، هترفض الشخص ده. ليه؟ ليه هرفضه؟ طيب لان انت بتفكر في نفسك، واحد بتفكر في نفسك، بتفكر في طموحاتك، وخصوصا انت عندك موهبة موسيقية او عندك حاجة تخص الميوزك او تخص الفن، وانت بتفكر ان انت تعمل حاجة لنفسك اولا قبل ما تفكر ان انت عايز ارتبط وعايز اتلفلف، تمام. فالشخص ده انت هترفضه يا فندم، انت داخل القرايه مش عايز اصلا شخص جديد، وفيك اللي مكفيك. يعني انا فيا اللي مكفيه، لكن الشخص ده هيقدم لك عرض عشان انت توافق عليه، يقول لك والنبي 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 اتجوزني، والنبي والنبي ارتبط بيا. يعني مفيش حد بيعمل كده، لكن انا عايزه اقول لك ان الشخص ده ممكن يقدم لك عرض خروج مع بعض، عرض ان انتوا تتكلموا، عرض ان انتوا تدردشوا، خصوصا ان الشخص ده مقبل عليك وعنده اعجاب بيك، وعنده نية ان هو يرتبط بيك رسميا. الناين اوف بنتكل، الناين اوف بنتكل يرتبط بيك كمان، ده تين اوف بنتكل، تين اوف بنتكل يرتبط بيك رسميا، تمام. الشخص ده هيعجب بيك جسديا جدا، وانت هتنجذب للشخص ده جنسيا واحد او جسديا. اكتر حاجه هتجذبك ليه يعني تنجذب ليه بطريقه مش معقوله. خلي بالك انت هتدخل في تعلق لتعلق، وعمال تمرجح نفسك في علاقات، فانا حاسه ان انت هنا عايز تخرج من علاقه بعلاقه تانية، فبلاش. الشخص ده من صفاته هيبقى متسرع، متحكم، متسلط، بيعرف ياخد قراره. دي حاجه كويسه، لكن الشخص ده
هي عايز يتجوزك كده يعني، فاهم؟ عايز يتجوزه خلاص، عايز يتجوزه خلاص. اصحاب المجموعة الاولى يعني انت واحد عايز تخرج من العلاقة وهو هياخدها فرصة ويقدم لك عرض جواز، تمام؟ طيب بنتك and night of cup. كمان الديفل بيقول ان الشخص ده مش عارفه ليه، انا حاسه ان في حاجه غلط في القرايه دي، لكن الديفل الديفل هنا مقلقني. ليه مقلقني؟ لان الشخص ده هيكون عنده ادمانات وانت وهيعرفها لك، يا اما الشخص ده هيبقى مدمن عليك كل شويه بقى يزهقك ويكلمك كل شويه، طب تعالى نخرج، طب تعالى نروح، طب تعالى نيجي، وهكذا. الشخص ده هيكون عايزك في كل وقت، وانت هتشوف ان الكلام ده مرهق بالنسبه لك او متعب. انا مش قد الشخص ده يعني، انا مش فايق، تمام؟ انا مش فايق. لكن الشخص ده من مميزاته كمان ان هو هيكون برج الجدي، برج الجدي معانا. من مميزاته انه شخص عايز يتزوج على طول، اللي هو مش مهم نعرف بعض، مش مهم ان احنا ناخد فتره تعارف، لا 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 لا، يلا يلا نتجوز. الشخص ده متسرع جدا. الشخص ده ممكن يكون يشتغل حاجة يعني متحدث قدام الناس، ممكن يكون سكرتير، ممكن يكون محاسب، ممكن يكون محامي، اي حاجة ليها علاقة بالبدلة يعني. شخص بيلبس بدل، مش هقولك انه ممكن يكون قضائي يعني، لكن مش هقولك انه هو ظابط. لكن الشخص ده متحدث لبق جدا، وبينصح الناس وبيعرف يقنعهم كويس جدا. الشخص ده هيكون صاحب عمل كبير جدا، وانا قلت لك ان الشخص ده غني. يا ده لو هي بنت هتكون بنت جذابه جدا وشيك، هتكون بنت جسمها يعني جسمها بيجذبك، او هتكون جذابه جدا. ولو هو ولد هيبقى بالنسبه لك واو يعني. الشخص ده هيغريكي، تمام؟ اول ما تشوفيه هتعجبي بجسمه، هتعجبي بكل حاجه فيه، هتحسي ان هو ده يعني هيح. اول ما تشوفيه تحسي ان يعني واو، يعني واو، مواصفاته حلوه. لكن خلي بالك من الطاقه دي، اول ما تشوفي الشخص ده وهو اول ما يشوفك هيبقى فيكي مواصفات هو حاببها فيكي، وانت اللي هتنجذبي ليه اكتر. ليه؟ لان انت شخص هنا بيتعلق بالاشخاص، وممكن ما تكونش شخص واثق في نفسك. لكن انت اول ما تشوفي الشخص ده خلي بالك هيجذبك ليه. من مواصفاته المواصفات دي كلها، شخص يعني ما يترفتش من الاخر، واحد ما يترفتش. لكن بالنسبه لك انت هيكون يعني مصدر اعجاب كبير جدا ودهشه، والشخص ده هيصير عندك فضول. واكتر حاجة هتنجذبي بيها للشخص ده جسمه، تمام؟ او رومانسيته. الشخص ده هيكون رومانسي جدا، بس رومانسية سلبية. ليه؟ لانه ديفل، ديفل، والديفل هنا بيطلع في السلبيات او في الادمانات. فالشخص ده ممكن يكون مدمن حاجة بقى. الشخص ده مش بتاع لعب، مش بتاع لعب. الشخص ده عايز يدخل يتزوج على طول، عايز يدخل يتزوجك. ويكون الشخص ده مطلق، البعض هيبقى مطلق الشخص ده. لا بقى تعالوا لي، لا ده مش شخص جديد، نو واي نو واي. الشخص ده قديم يا فندم، ده هيبعت لك دي. لا 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 لا، ده اكتر من ديك نايت اوف شورت. الشخص ده هيبعت لك، ورقم 8 ظهر، هيبعت لك شهر 8 يا اما 9 قلنا. لا الشخص ده قديم، لا 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 لا، ما تضحكوش عليا، ما تضحكوش عليا وانت موال. انا مش اي يعني مش عايز اشكر في نفسي، لكن الشخص ده قديم يا فندم، قديم. لا الشخص ده مش جديد، يخرب بيت كده. الشخص ده مش جديد، لا الشخص ده قديم، وانت شخص متعلق بيه والعلاقه بينكم ماتت. انا مهما بحاول ان انا اطلع من الكروت حد جديد، مش قادره، مش لاقيه. كل الكروت طالعالي ان هو شخص قديم وهيبعت لك، عايز يبعت لك يعني. مش شخص هيجيلك، هيجيلك وهيجيلك، بس بعرض. فين العرض؟ الشخص ده الشخص ده هيجيلك بعرض. نفس كاب، الشخص ده جايلك بعرض، عرض حب من جديد، عرض اعجاب من جديد. الشخص ده عايز يفسحك،
وعايز يبتدي معاك بداية جديدة. الشخص ده ذا صن البعض منكم الشخص ده هيبقى جديد وانت هتقول له مع السلامة باي باي، مع السلامة باي باي. انا مش فاضي، انا مش فاضي للكلام الفارغ ده يا عم، سيبني سيبني في حالي. يعني انا قاعد في اوضه لوحدي وبفكر في مستقبلي وانت جاي لي التهب بيه، يلا بالسلامه. فانت الشخص ده هتقول له يلا بالسلامه، ده للبعض. البعض التاني الشخص ده قديم وعايز يفسحك ويفرحك وعايز يتفسح بيك، لكن خلي بالك. ليه خلي بالك؟ لان انت طالع الشخص ده بيتوه، الشخص ده مغيب ولا ايه؟ ولا انا المغيبه في القرايه دي؟ فين الدفن؟ خرب بيتك. الشخص ده متخفي، عايز اقول لك الشخص ده بيخفي حاجه عنك. تمام، الدبل اهو الدبل. اه شخص ده دبل، خلي بالك دبل جايلك يسحب طاقتك، جايلك بطاقه الدبل، لان انت اصلا مقيد في العلاقه هانج مان ومهبب بستين هبابة. سوري بس انا لازم اقول الصراحه في القرايه، انت شخص متعلق بيك جدا 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 فوق ما تتخيل. انا مش هقدر اخد مواصفات تاني اكتر من كده، شخص قديم اصلا. طيب تعالى بقى، انت تعالى قول لي، قول لنا هنا انت راجع ليه؟ الشخص ده راجع لك ليه؟ احنا قلنا ان هو عايز يقدم لك عرض، لكن انا عايز اعرف الشخص ده ايه نيته، لانه طلع شخص جديد، فعايزين نعرف بقى الشخص اللي بيمرجحنا ده عايز مننا ايه؟ لظن الشخص ده على فكره عنده اخبار حلوه ليك، عنده اخبار حلوه ليك وعايز يخرجك الشخص ده، وعايز يقرب منك جسديا، والشخص ده بيحبك على فكرة، بيحبك لكن حب مادي بالجسد لغاية دلوقتي، زي لي حب مادي، وعايز يقدم لك عرض اعجاب من جديد، عرض بداية جديدة، او معنى اصح نصلح اللي بينا. اه الشخص ده جايلك بداية جديدة، الشخص ده راجع ليه؟ عايز معاك بداية جديدة، عايز يرجعك ليه تاني، لف وارجع تاني. شخص ده لف لف ورجع لك تاني، يعني عايز معاك حاجه جديده، بدايه جديده، نرجع زي الاول. انت عرفت عيوب الشخص ده، بمعنى صح الشخص ده عرف غلطه وانت عرفت غلطك. تمام، على فكره الشخص ده يراقبك يا اما انت بتراقبه. الشخص ده متمسك بيه جدا، مش عايز يسيبك. انت رايح فين؟ انا وراك روك، انا وراك روك. قلت لك ان انت بترفض الشخص ده، الشخص ده ممكن يكون كان بعد عنك عشان يعمل حاجه في شغله، الماليات والعمل، ممكن الشخص ده يكون دلوقتي مثلا يعني بيكون نفسه، بيبتدي مشاريع جديده، ففقلك بقى، فاهم اللي هو انت راجع ليه؟ اصل انا فقلت لك فاهمين، اصل انا كنت نايم مع الكهف، مع اهل الكهف، وبعدين انا صحيت بقى لقيت نفسي معجب بيك وبتاع، وراجع لك بقى، راجع لك. اه اصل انت وحشتني، انا راجع لك. فانت بقى هتقول له ايه؟ مع السلامه. تمام، وانت مش هتوافق على الشخص ده وتقول ولكن الكارد، مش هتقول له الكارد هنا طلع لك امن ليك ان تحب، واضح كده ان انت كرهت الشخص ده وكرهت افعاله وكرهت اليوم اللي انت شفته فيه، ولكن في مراقبه ما بينكم، في مراقبه ما بينكم، فانت قفلت نفسك وطاقتك وقلبك ان انت تحب تاني او تاخد حد تاني جديد. لكن عايز اقول لك ان في شخص قديم جايلك، انت شخص مش متفائل بالعلاقه دي، فالكارد هنا بيقول لك كن متفائل بعلاقتك العاطفيه، انت عايز تتفائل شويه وتفكر بطريقه ايجابيه وتؤمن ان الشخص ده ممكن تكمل معاه حياتك، ولكن انا مش عاجبني وضعك. ليه؟ لان انت في الهانجد مان، والهانجد مان دي حاجه طاقه مش كويسه. ليه برضو كمان طالع لك الديفل، طالع لك الديس، فالعلاقه هنا ممكن تكون علاقه كارميه للبعض، كارميه. طب ايه الشخص ده بيحبني؟ مش حب، يعني مش حب اللي هو توأم الروح او الحب اللي يخليك ترجع له. الشخص ده راجع لك عشان جسمك من الاخر. اه هيقدم لك عرض وكل حاجه، بس العرض ده مش هيعجبك. لا لا لا، ليه؟ لان الشخص ده في علاقه ثلاثيه، مرتبط الشخص ده او معاه حد تاني، معاه حد تاني وجايلك كده، فخلي بالك.
انت محتاج ان انت تحافظ على نفسك وصحتك، على فكرة ان انت شخص مش بتحافظ على يعني مهمل في الصحة او مهمل في حياتك، يعني مهمل في حاجة، انت مهمل في حاجة بالذات في الاكل بتاعك، انت بلخبط اكلك in the spring في الربيع، الشخص ده ممكن يبعتلك في الربيع، ولكن انا حاسة ان هو قبل كده. الشخص ده جاي، بصوا جاي حصان، هو جاي بيجري الشخص ده، يعني فكرة الشخص ده لو عملك بلوك هيفتح البلوك. طيب خلينا ناخد سؤال للقراية الأولى. لو انت بتسأل سؤال في بالك دلوقتي فالإجابة هي، لو انت ما سألت السؤال اسأل، لو انت سألت السؤال اسأل دلوقتي قبل ما اقول الكارد، يعني اسأل بينك وبين نفسك سؤال. ياه ده كله، يعني ده كله ما بعد فيما بعد. بص يا سيدي، السؤال الاولاني لو انت سألت سؤال فبيقول لك خلال الاسابيع القليله القادمه، انا قلت لك ان الشخص ده جالك بسرعه، والكارد التاني طلع لك خلال الشهور برضو القليله القادمه، يعني الشخص ده ممكن يبعت لك او يظهر في حياتك خلال اسابيع او خلال شهور قادمه، واحنا قلنا هنا في طالع in the spring، طبعا الطاقات مختلفه مش كل الناس هتبقى واحد. والسؤال التاني لو انت سألته لنفسك فبيقول لك اسأل ملائكتك، اسأل نفسك انت عايز ترجع للشخص ده؟ طب انت خدت من العلاقة دي ايه؟ خدت منها سعادة، وخدت منها انبساط، وخدت منها تطوير في وعيك، تطوير في ذاتك، الشخص ده طلعك لقدام، الموضوع ليك. لو الشخص ده عملك، مش عملك يعني، خلاك ال 8 of sword ال 5 of cup، يعني انا قلت لك قبل كده 5 of cup، يعني الشخص ده بصراحة سيء جدا، انا من وجهة نظري المتواضعة الشخص ده سيء، ان حطك في طاقة صعبة جدا. فانت بتسأل دلوقتي ارجع ولا ما ارجعش؟ لا يا فندم ما ترجعش، اسفة ما ترجعش للشخص ده، ترجعلوش، انا بقول لك هنا في القراية ما ترجعش للشخص ده، وسوري يعني تديله بالجزمة لو رجعلك. ده واحد. اتنين، انت محتاج ان انت تتشافى، محتاج ان انت تتشافى وتحب نفسك وتحب ذاتك وتحب الناس اللي حواليك خصوصا الاسرة، ولكن انا حاسه هنا ان انت محتاج ان انت تحب نفسك وتهتم بيها، وانت بدات ان انت تعمل ده في الوحده بتاعتك، انت كنت وحيد وانت بدات ان انت تعمل ده وتتشافى، انت في مرحله تشافي يا فندم، ما تضيعهاش من ايدك. لما الشخص ده يرجع لك اضربه بالجزمه وامشي وسيبه. ليه؟ لان انت عايز تتشافى، انت محتاج، انت بدات في التشافي، فما تضيعش كل اللي انت عملته. تمام، انا اسفل من اصحاب المجموعه الاولى، يا رب تكون القراءه عجبتكم، لو عجبتكم يا ريت تكتبوا في الكومنت وتعملوا لايك للفيديو، وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام، اهلا بيكم اصحاب المجموعه الثانيه اللي اختاروا الحجر البني اللي بالشكل ده. يلا بينا ناخد الطاقه بتاعتكم. هناخد الطاقة بتاعتك دلوقتي أصحاب المجموعة التانية. يا ترى انت في طاقة ايه؟ انت في طاقة سرحية، انت تسرح، انت تسرح في نفسك، تسرح في مستقبلك، تسرح في حياتك، بس انت شخص بتسرح كتير على فكرة، تسرح كتير. شخص قاعد مع نفسه دلوقتي بيتعبد، بيصلي، بيدعي ربنا سبحانه وتعالى، شخص لوحده، شخص بيقرا كتير جدا، مثقف جدا، شخص مثقف، هو شخص بيقرا، الكروت كلها بتتضح ان انت شخص بتقرا، انت بتقرا قران على فكره، عشان انت عندك طاقات سلبيه كتير جدا، والطاقات السلبيه دي محاوطاك ومحاصراك ومش عايزه تسيبك في حياتك. كان في بعض الادمانات عندك وانت بتحاول ان انت تضيعها عن طريق يا بتقرا في كتابك، يعني لو انت مسلم بتقرا في القران، لو انت غير كده فانت بتقرا في الكتاب السماوي يعني الخاص بيك، انت بتدعي ربنا ان انت تخلص من الموضوع ده. يعني بعض منكم هنا عنده ادمانات تخص الشرب.
عندك طاقة إبداعية كبيرة جدا، وانت ممكن تكون بتحب الرسم او بتحب، بس اكتر حاجة لا، انت عندك حاجة خاصة بالشرب، انت بتشرب حاجة عمالة على بطال، وانت طلعت من علاقة دلوقتي، انت بتقرأ عن العلاقة دي ممكن، لو انت محتار فيها واكتشفت فيها حاجات، او انت اكتشفت حاجة بس انت مش قادر تستوعبها، فبالتالي انت على فكرة شخص بيقرأ عن حاجة، بيقرأ عن حاجة. شخص برج الميزان ممكن، وعلى فكرة انت شخص الناس بتعتمد عليه، ويا اما انت شخص اعتمادي، تمام، شخص اعتمادي جدا، ويمكن هو ده الادمان اللي عندك او الحاجة السلبية اللي في الديفل، ان انت شخص اعتمادي بتعتمد عليه، او شخص بيدي كتير وينسى نفسه، وينسى نفسه، انت بتموت نفسك بحاجة بقى، انت لا انت مش طبيعي هنا، انت بموت نفسك في علاقة، موت نفسك في ادمانات، انا متأكدة ان انا بقوله لك، انت مش عارفة، انت عندك طاقة سلبية صعبة جدا، صعبة جدا جدا جدا، وانت بتدور على علاقة او بتدور على حد سبته او سابك، انت بتدمن حاجة بسبب علاقة او بسبب حد سابك او انت سبته، يعني مش قادر تقف على، مش قادر توصل بطولك، ايه ده، ده انا اتلخبطت، مش قادر توصل بطولك، مش قادر، حاسس ان انت متكتف، انا فاكر انت عندك طاقة سلبية وعندك سحر، من اولها كده قبل ما افتح بقية الطاقة، انت عندك حاجة، حد بجد ربطك، والحد ده ممكن يكون من العيلة عندك، حد ده ممكن يكون من العيلة، انت عندك مشاكل بالهبل، لا ده انت في عندك سحر بقى، لا 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 لا، انت عندك سحر، علامة التعبان هنا بتدل ان انت في سحر، والديفل وايه تاني، والديس اند هانجد مان، انت عندك طاقات سلبية صعبة جدا، وفي حد في حياتك سيء، انت في حد في حياتك بيعمل لك الحاجات دي، ده انت في حد موقعك في مشاكل، او موقعك في عطلة، الشخص ده موقفك، موقفك مكانك، موقفك مكانك ومحاصرك، في شخص بيضايقك، او في شخص بيعمل لك حاجة، حتى القطة ظهرت لي، قطة وتعبان كمان على فكرة، بس انت عندك حماية، انت عندك حماية ربنا سبحانه وتعالى، وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى، قلت لك انت طالع خايف، انت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان الحكايه دي تتفك، الحكايه دي تتفك، وانت قاعد بتدعي ربنا بالذات في الليل، ان شاء الله الحكايه دي هتتفك منك، ان شاء الله هتتفك منك، تمام، واصل على واصل على الشفاء، واصل على قراءه القران، واصل على يعني الاذكار او اي حاجه انت يعني تخص دينك، بتطلعك من اي طاقه سلبيه، او تطلعك من اسحار او شغل الهبل ده، فانت اعملها، انت محتاج ده، فكره انت كمان هايروفنت، انت كمان ممكن تكون بتفك اسحار يا فندم، بتفك اسحار، بس انت اللي عندك السحر، الطاقه دي عندك انت، برج الدلو قلنا صح، برج الدلو شخص كبير ممكن في السن، مسؤول، بيرعى أسرة، بيرعى أطفال، عنده مسؤولية، عنده مسؤولية بيت، لكن اكتشفت السحر ده، انت اكتشفت السحر ده، او اكتشفت الناس دي، او اكتشفت الحاجة دي قريب، انت عارف ده، ومصدوم، مصدوم هنا، انت مصدوم، ممكن مصدوم في قرايبك، تور، لا ده انت في حاجة هنا، حاجة هنا بقى، انت كل الكروت السلبية بتاعت التارو طالعالك، التاور والديفل والديس والهانجد مان، في ايه تاني، والفايف اوف ووند، ايه تاني، والفايف اوف كاب، انت متدمر، ده انت متدمر، ايه ده، يعني هو الديك فيه حاجة، لا انت متدمر، فايف اوف ووند، انت عندك مشاكل بالهبل، في ناس بتوقع في مشاكل، وسيفن اوف ووند، مشاكل بتكبر، كل ما تطلع من المشكلة
حد يوقعك في مكيدة، انت حد موقعك في مكيدة وموقعك في كلام قيل وقال وكلام رايح وكلام جاي، حد ده قريبك ويتفرج عليك، بيتفرج عليك وانت مقلوب بالحال. الشخص ده من، مش هقولك من بيتك عشان ما تقولوش ان انا بوقع الدنيا، لكن الشخص ده ممكن يكون يعني مش عايزه بصراحه، ممكن يكون اخ للبعض، واحد ممكن يكون شخص في عيلتك. ليه؟ لان الشخص ده في الكارد هنا شبهك. بص الشخص اللي واقف ده، بص الشخص اللي نام، مش نايم وهو متشعلق، بقى الشخص ده ربطك. تمام، الشخص ده ربطك والشخص ده عمال يتفرج عليك وانت مربوط، في حد ربطك هنا. انا لاحظت الايس اوف كاب، بس انا ايه، بصوا هنا اي قبل ما فنط الديك، لاحظت انت عندك هي فين الايس اوف كاب، بس انا مش هاخدها، انا عيني لقطتها بس انا مش هاخدها لما اشوف الحكايه دي ايه. اتطور، انت شخص يعني في حد رماك من فوق، في حد طعنك، في حد اذاك اذيه كبيره جدا، اذيه كبيره جدا، في علاقه انتهت. انت يا فندم ممكن تكون في صحوه، في صحوه ممكن، ممكن بتعيد من نفسك من تاني. شخص جواه مشاعر كبيره جدا وحلوه جدا وحلوه جدا، لكن خايف، متألم، خايف، حاسس ان هو مش قادر يعبر، مش قادر تعبر عن اللي جواك، رغم ان انت جواك حب لشخص، بس انا مش باين للشخص ده هنا، ما ظهرش يعني الشخص ده ما بقاش معاك دلوقتي. ممكن يكون الشخص ده كوين اوف سورد، لا ده انت اللي كوين اوف سورد، الشخص ده مش باين لي دلوقتي، ما بانش. كينو بنتكل، انت عندك مشكله ماديه بقى، مشكله ماديه. تمام، مشكله ماديه، يا اما في ناس طمعانه في فلوسك، او انت خسرت فلوس هنا، او خسرت مشروع، او خسرت شراكه، يعني خسرت حاجه، انت خسرت حاجه، خسرت حاجه، وغالبا الحاجه دي هتكون علاقه حب، يعني فور اوف كاب، فور اوف كاب، العلاقه دي علاقه حب انت خسرتها، انت خسرتها. والعلاقة دي ممكن تكون حد اتجوز، حد راح لحد تاني، حد حسيت ان هو خدع، انت في ادمانات، مش مهم الحد ده يقول 60 داعية سوري، لكن المهم انت في القراية دلوقتي، المهم ان انت دلوقتي شخص بيتألم جدا وفي معاناة، وبتشرب بقى ولا بتعمل ايه مش عارفة، انت في ادمانات هنا، في ادمانات. في الشخص اللي تحت ده، انت في ادمانات، في طاقه مش كويسه يا فندم، طاقه مش كويسه، ومحتاج ان انت تتشافى هنا، محتاج ان انت، محتاج ان انت تتشافى. انت على فكره مش عايز تدخل علاقات، ودي حاجه كويسه، كارت النصيحه بتاعك طلع لك لو اوف اتراكشن، قانون الجذب. مش هقول لك ان انت كذبت شخص، بس اتعك على دماغك، بس انت محتاج ان انت تجذب الحاجات الكويسه. انت افكارك سلبيه عن نفسك اولا وعن الناس اللي حواليك، وبدات ان انت تفقد الثقه في الناس وتفقد الثقه في نفسك، لكن انت محتاج ان انت تبقى بوزيتيف شويه اند سراوندد، بوزيتيف اند سراوندد يور سيلف وذ بوزيتيف بيبل اند سيتويشن اند يو ويل اتراكت مور بوزيتيفيتي انتو يور لايف. انت محتاج تجذب ليك ناس، طبعا ده مش معنى الكارد، ده مش معنى الكارد، فانت محتاج ان انت تجذب ليك ناس ايجابيه في حياتك. انت محتاج ناس على فكره، محتاج مساعده، محتاج هيلب هنا، محتاج مرشد. ايوه مرشد، فين؟ عارف انت محتاج مرشد،
وانت بدأت ان انت ممكن يكون بدأت ان انت تقرأ عن الشفا، او بدأت تقرأ عن التعلق، او بدأت تقرأ عن يعني الحاجات السلبية او العلاقات السلبية، او بتقرأ عن السحر وازاي يتفك، او بتعمل اوراد. يا فندم انت هايروفنت هنا بتعمل اوراد، انت شخص بيعمل اوراد، فاستمر على الحكاية دي، استمر عليها. لو انت فقدت فلوس فانت ان شاء الله في حد هيساعدك، وفي حد هيساعدك ويطلعك من اللي انت فيه. يعني انا قلت لك ان انت خسرت فلوس او خسرت مادة، فانت ان شاء الله في حد هيطلعك، هيساعدك من الأزمة دي ان شاء الله بإذن الله. يعني طاقتكم بصراحة طاقتكم صعبة جدا. عايزين ناخد الشخص اللي هو زوج المستقبل، هل الشخص اللي انت تعرفه قديم ولا جديد؟ الشخص ده ايه بالنسبة لك؟ لا انا مش هاخد كل ده. هل الشخص ده انت تعرفه؟ الشخص ده انت لو هو جديد، هل في عروض هتحصل ما بينكم؟ عروض زواج، عروض خطوبة، عروض ايه؟ الشخص ده هيدور لك قد ايه؟ توف كاب، الله، الشخص ده جاي لك توأم روح، تعويض، الشخص ده هيبقى تعويض، ذا ستار. ايوه كويس، الآلية بقت ايجابية شوية. ذا ستار الشخص ده ممكن يكون برج الدلو، وعلى فكرة الشخص ده هيكون تعويض ليك من ربنا سبحانه وتعالى ان شاء الله. الشخص ده هيعوضك لو انت فقدت مال او فقدت حاجة، فالشخص ده ان شاء الله هيعوضك. الشخص ده هيكون بيحبك جدا، هيكون شبهك في حاجات كتير قوي، وهيكون توأم روحك او الشخص اللي انت بتدور عليه. الشخص ده هيعوضك عن حاجات كتير جدا. الشخص ده هيطلعك من المشاكل اللي انت كنت فيها، خصوصا ان انت طالع من مشاكل في الطاقة بتاعتك، والشخص ده هيطلعك من المشاكل اللي انت فيها ومن الأزمة المادية اللي انت فيها. مش عايز اقول لك الشخص ده من الماضي زي المجموعة الأولى. ستار، لا الشخص ده جديد يا فندم، الشخص ده جديد ستار، بس طلع تحتي جادجمنت. فالشخص ده عدل، إله، عدالة إلهية ليك، عدالة إلهية. هاي فهمت؟ أيوة، ده شخص بيدعي ربنا. الشخص ده قلت لك عدالة، عدالة بالنسبة لك. الشخص ده هيكون يعني بيعرف ربنا كويس، متعبد جدا، وهيعلمك حاجات كتير جدا. الشخص ده بالنسبة لك هيبقى معلم، معلم أولا، هيبقى معلم روحي، وتاني حاجة هيبقى معلم في الحياة، يعني في الحياة المادية، في الحياة الواقعية، في الروحانيات والحياة الأرضية. يعني التمبرانس، الشخص ده ممكن يكون برج الميزان، وعلى فكرة الشخص ده هيخرجك من اللي انت فيه، هيبقى فرصة جديدة بالنسبة لك الشخص ده. ولو انت كنت محتار بينه وبين حد تاني، انت هتختار الشخص ده. الشخص ده ممكن يكون هيبقى عنده علاقة غيرك، لكن هيديك انت الاهتمام الأكبر، وهيغير عليك جدا. الشخص ده هيبقى بيغير عليك جدا، يا لهوي ده بيغير، ده هيبقى نظرته مخيفة، هيبقى بالنسبة لك شخص غيور جدا. وإيسو في كب، الله عليكم بجد، الله الله. الإيسو في كب يعني بتقول إن الشخص ده عوض من ربنا سبحانه وتعالى، وهيحبك جدا الشخص ده، وهيحبك جدا لو انت بنت هيحبك جدا، ولو انت ولد الشخصية دي هتحبك جدا وهتحب غيرتك عليها. ده ممكن يكون شغال محامي او مستشار، او ليه علاقة بالسلك القضائي. على فكرة الشخص ده قلت لك هيطلعك من اللي انت فيه. الشخص ده هيكون زيك طالع من علاقة، او متألم زيك، ولكن انتوا الاتنين هتساعدوا بعض ان انت تخرجوا من العلاقات السامة. فالشخص ده عوض من ربنا جايلك عشان يطلعك من العلاقات السامة اللي انت كنت فيها، او من الحالة السيئة اللي انت كنت فيها. بمجرد ما تطلع من الحالة اللي انت فيها، الشخص ده هتقابله. الشخص ده هيفك عقدتك على فكرة، عندك عقدة، عقدة تخص القلب، عقدة تخص العلاقات. الشخص ده هيضيع لك كل ده، هيضيع لك كل العقد. الشخص ده هيتجوزك، الشخص ده هيبقى زوج ليك، او نشوف الشخص ده هيطلب منك جواز على طول.
الجوز ده هيكون عايز يعجز معاك، وعايز هيكون عايز يخلف منك اطفال كتير. وعلى فكره الشخص ده هيكون وفي ليك جدا، والبعض منكم الشخص ده هيبقى متزوج وعنده اطفال، وهيبقى كبير عنك في السن، كبير عنك في السن، وهيبقى عنده اخوات بنات اكتر، اخواته البنات هتبقى اكتر من الولاد. يعني ما اعتقدش انه هيبقى عنده ولاد كتير، لكن الشخص ده هيبقى كبير في السن. الشخص ده انت هتحبه على فكره، هتحبه، وهيخرجك قلت لك من الطاقه السلبيه ومن الحيره اللي انت كنت فيها ومن كثره القلب. الشخص ده هيكون مش هقولك ان هو عقلاني، لكن الشخص ده يعني ما بيحبش يلعب، يعني ما بيحبش يلعب. انت ممكن تكون في الاول هتفكره بيلعب بيك. ليه؟ لان انت طالع من حاله سيئه، هتقول انا مش قادر استقبل حد تاني. لكن انا متاكده ان الشخص ده اولا هيوازن بينك وبين حد تاني. ليه؟ لانه ممكن يكون عنده علاقتين زي ما قلنا للبعض منكم. بعض تاني الشخص ده هيطلعك من حيره معينه او من قصه قديمه انت عشتها ومؤلمه جدا القصه دي، والشخص ده هيكلمك بالعقل وانت هتقتنع بكلامه. عقلاني جدا الشخص ده على فكره، ومقنع ليك، مقنع. وقلت لك الشخص ده غيور، لما تحكي له عن القصه القديمه الشخص ده هيغير جدا من الحكايه. طيب ممكن انت كمان تكون كبير في السن يا فندم، ممكن تكون كبير في السن. انا حاسه كده، حاسه ان انت شخص هنا كبير في السن مش صغير. لكن الشخص ده هيكون جد قوي زيادة عن اللزوم. مش هقولك ان هو بيحبك، الشخص ده بيحبك، لكن انت هتحب عقله قوي، وهتحب اللي هو ان هو احلى حاجة هتعجبك فيه ان هو شخص مش متهور، والشخص ده هيحب فيك شكلك وعقلك. بس هو اعقل منك، الشخص ده اعقل منك، و الشخص ده هيبقى تقيل جدا عليك، هيبقى تقيل جدا عليك في اول فترة في المعرفة يعني. بس الشخص ده هيكون بيحبك، بينك بينه وبين نفسه، بينه وبين نفسه هيكون عايز يتجوزك، وبعد كده هيحصل تعارف في المشاعر. الشخص ده تقيل جدا وبتاع اصول جدا، هيروفنت بتاع اصول جدا، وبيعرف الصح من الغلط، بيعرف الاصول، بيعرف العادات، بيعرف التقاليد. ممكن يكون الشخص ده مختلف عنك، لكن مش باين لي قوي اختلاف، باين لي قوي عادات وتقاليد. الشخص ده هيمشي على العادات والتقاليد بتاعتك. ممكن تكونوا مختلفين في البلاد، تمام. الشخص ده هيثبت لك ان هو مش لعبي. يا ده الشخص ده جالك بسرعه، خلال 8 ممكن ياخدها 8 اسابيع، 8 شهور. الشخص ده هيجي لك بسرعه. الشخص ده هيبقى مستعجل ان هو يرتبط بيك. يعني هو اولا مش شخص صغير في السن، الشخص ده كبير في السن، انت هتبقى اصغر من الشخص ده. تين اوف كاب، الله الله الله، تين اوف بنتك، تين اوف كاب. الشخص ده هيكون يعني عايز استقرار وجواز، يعني الشخص ده مش هيستغنى عن القصه دي، وهيكون بيحبك الشخص ده. بس حب عقلاني، يعني مش حب متهور. ممكن يكون الشخص ده عنده علاقتين وهيحب يوازن ما بينهم. وعلى فكره انت هتوافق على الشخص ده، هتوافق عليه. ممكن يكون الشخص ده شغال حاجه ليها علاقه بالسلطه والقضاء او بالاعمال المكتبيه، هيبقى كاتب. الشخص ده بيحب يكتب اولا، بس ظهر لي اكتر الشخص ده هيكون ليه علاقة بالقضاء او بالمحاماة او بالجيش. هي
هيكون خارج من علاقة، الشخص ده زيك بالظبط، هيكون متألم جدا زيك وهيعيش التجربة اللي انت عشتها. جد اوي الشخص ده، جد جدا يعني، مش هيدخل لعب. انا قلت لك الشخص ده مش هيدخل لعب، وحابب ان هو يبتدي حياته معاك انت، معاك انت. طب هل الشخص ده ممكن تعرفه فين او تقابله فين؟ ممكن تقابل الشخص ده فين؟ الشخص ده ممكن يكون من الابراج الترابية، من الابراج الهوائية، ومن الابراج النارية. الشخص ده ممكن تكون هتقابله في الشغل، او شخص ممكن للبعض هيكون قريبك. الشخص ده بيحبك على فكرة، بيراقبك. الشخص ده في حد بيراقبك، في حد هنا بيراقبك وبيحبك على فكرة. الشخص ده معاك في الشغل واكبر منك، وانت ممكن تكون في الاول شايفه مش مناسب، بس بعد كده هتحبه. الشخص ده هتحبه. حظ ليك الشخص ده، الشخص ده حظ بالنسبه لك، هيبقى حظ كبير جدا جدا جدا، حظ. وهيبقى عوض ليكي اصحاب المجموعه التانية. الشخص ده هيبقى عوض ليك، هيبقى عوض من ربنا يعني سبحانه وتعالى ان شاء الله ليك انت. بس خلي بالك من الاشخاص اللي هتفرق ما بينكم، لان في تعبان هنا في حياتك، في تعبان في حياتك، فخلي بالك منه. ممكن يكون الشخص ده قريبك، او ممكن يكون الشخص ده في شغلك. انت فقدت حد على فكرة، انت فقدت حد، انت اللي فقدت حد ومش عايز تدخل علاقات. جيب التلعب مرتين. الشخص ده ممكن يكون عنده أجانس عربيات، او ممكن يكون له علاقة بالسفر، بينتقل من مدينة لمدينة. الشخص ده اغلب شغله ان هو هيحب ينتقل كتير، والشخص ده هيسيبك كتير جدا، هيسيبك كتير جدا وهيعلقك بيه في الاول. ظهر عندي نمبر 7، ممكن يكون الشخص ده له علاقة بالرقم ده، كمان برج السرطان. لكن الشخص ده قبل ما يمشي هيسيب لك امل ان انتوا البعض، او ان في حاجه هتحصل ما بينكم، فانت هتصدق الشخص ده، هتصدق الشخص ده. الشخص ده بيعرف يقنعك كويس، هيعرف يقنعك بيه كويس. وقلت لك الشخص ده جاي لك يساعدك ويطلعك من حاله انت فيها، خصوصا حاله ادمان او فقد. انت فاقد حد ومدمن على حاجه، فالشخص ده هيطلعك من العلاقه دي. الشخص ده امل ليك او نصر ليك. الويلف فورجن اند تشيريت. الشخص ده جالك بسرعه، جاي يساعدك. الشخص ده معلم روحي ليك، او مساعد، او مرشد، اللي يعني اللي بتتفرج عليا. الشخص ده جاي يساعدك. تين اوف كاب. الشخص ده عوض من ربنا. الايس اوف كاب اند تين اوف كاب اند ايه ده، لا لا لا، ايه ده، كلكم حلوه جدا بجد والله، يعني ما شاء الله عليكم. انتوا دعواتكم استجابت على فكرة، ان شاء الله يعني، ان شاء الله. انتوا كان ليكوا دعوة واستجابت يا اصحاب المجموعة التانية، كان ليكوا دعوة واستجابت. فالشخص ده بمثابة تعويض ليك من ربنا سبحانه وتعالى، وبداية جديدة بعد بداية الالم والعلاقات انت ممكن يكون في صحوة، طلع لك الدس، قصدي الدبل مرتين، سوري، الدس، طلع لك الدس، طلع لك عجلة الحظ، وتقريبا طلع لك الجادجمنت. جادجمنت. انت في صحوه. الشخص ده بمثابه هديه ليك من ربنا سبحانه وتعالى، هديه ليك، تمام. الشخص ده هديه ليك اصحاب المجموعه الثانيه، اصحاب المجموعه الثانيه. والشخص ده بتاع جواز، مش بتاع لعب، لا مش بتاع لعب. لكن انت مشكلتك الكبيره هتكون ان انت مش هتصدق الشخص ده في الاول، وهتعتبره زيه زي اي حد، وهتبقى حس ان انت فاقد حد. ممكن تكون هتوافق على العلاقه دي عشان تنسى بيها حد، فبلاش. لازم يعني لما تيجي ترتبط عن اقتناع،
عن قناعة شخصية ان الشخص ده عايز اكمل معاه حياتي، فاهم؟ عايز اكمل معاه حياتي، لكن ما تاخدش حد بذنب حد عشان حرام. الشخص ده نصرة ليك يا اصحاب المجموعة التانية، الشخص ده هيكون نصرة ليك وهينصرك. الشخص ده هينصرك، هيعتبر نصرة ليك، نصرة على اعدائك. طيب مواصفات الشخص ده، الشخص ده اولا جسمه هيبقى حلو جدا، شكله هيبقى حلو لكن هيبقى شكله اكبر منك. بس الشخص ده قلت لك ممكن يكون كبير في السن عنك، كبير، هيبقى كبير في السن عنك اصحاب المجموعة التانية. كوين اوف كوين، الشخص ده هيكون شغوف جدا، بيحب يسافر، بيحب يتنقل، بيحب يروح اماكن كتير. والشخص ده هيكون واثق من نفسه جدا. ولو هي بنت، هي هتكون بنت، يعني بنت هيعجبك فيها حاجة كتير جدا، يعني هيعجبك فيها اصرارها، هيعجبك فيها ان هي اصرارها، عزيمتها، شخص قوي الشخصية. وكمان لو انتي بنت وتفرج عليها، فالولد ده هيبقى قوي الشخصية جدا وهيعرف ياخد العلاقة بجد، يعني محمل الجد، مش هيلعب الشخص ده. لكن ممكن يكون هيبقى مش عايزه مش عارفه مش عارفه مش عارفه اقولها فيديو، لكن الشخص ده هيكون مقبل عليك جسديا جدا 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 جدا، وانت هتحب الحكايه دي، يعني هتحب الحكايه دي. ده اكتر حاجه هتميزه على فكره، الشخص هيكون رومانسي جدا، رومانسي جدا. انت طلعلك تين اوف بنتكل كتير. الشخص ده هيكون هيحب يساعدك في البيت، وهيحب يساعدك لو انت بنت، هيحب يساعدك في البيت. لو انت ولد، فالبنت دي هتكون بنت بتراعيك جدا، بتهتم بيك، بتهتم بتفاصيلك. واكتر حاجة هيعجبه فيك الشخص ده هي ضحكتك، الضحكة بتاعتك. وعلى فكرة الشخص ده هيكون عنده ام وانت بترعيها، تمام؟ وممكن كمان يكون عنده ولاد، يا اما انت عندك ولاد. لكن الشخص ده هيكون فيه مواصفات كتير جدا انت بتحبيها، خصوصا في شكله. والشخص ده للبعض هيبقى مزارع، ممكن يكون الشخص ده هيبقى مختلف عنك كمان في البلد. على فكره الشخص ده هيحب منك، لو انت بنت، هيحب ان انت تعملي له اكلات كتير جدا، هيحب منك يعني ياكل من ايديكي، تمام؟ ولو انت ولد، فالبنت دي هيبقى اكلها حلو جدا، هيبقى نفسها حلو في الاكل. تعالى كينج كذا مره، لا انت مش عايز اقول ان انتوا توأم، وانتوا اصلا طالع ان انتوا توأم، تو اوف كاب، تو اوف كاب، طالع ان انتوا توأم روح. انتوا هتبقوا مستجمين جدا مع الشخص ده ومبسوطين جدا بجد، يعني انتوا هتتحسدوا على العلاقه دي، هتتحسدوا على العلاقه دي. كل البدايات الجديدة طالعالكم. الشخص ده على طول هيجدد حياتك، هيبقى عايز يجدد حياتك، هيبقى يعني حياتكم متجددة دايما. لما يخاصمك هتحب ان انت تروح تصالحه، لما انت تتخاصمه هيحب يجي يصالحك، هيجي يراضيك، هيكلمك بالعقل. الشخص ده كمان هيكون متفاهم معاك جدا، هيكون مرح جدا، منسجمين. انا قلتلكم في انسجام ما بينكم، وكارت الشمس كمان بتؤكد على هذا. اذا صن، لا ده الشخص ده واو بجد، يعني انتوا تتحسدوا خمسه وخمسه عليكم، تتحسدوا. ام ايه فين الخشب؟ انتوا يعني احنا نمسك الخشب، انتوا مجموعه بصراحه جميله جدا بجد والله، يعني ربنا، يعني ربنا يسعدكم. الشخص ده سعاده ليكوا، فرحه، فرحه بجد. الشخص ده نصره وفرحه من عند ربنا سبحانه وتعالى، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. فانا حابه اقول لك هنا ان الشخص ده هيبقى بالنسبه لك واو، يعني عوض، عوض كبير جدا، عوض كبير جدا. وممكن يكون انت عندك عندك حاجه يدويه، مهنه او حرفه يدويه، وهتقابلي الشخص ده هناك، او هيجي يعمل عندك حاجه. الشخص ده ليه؟ الشخص ده هيكملك بطريقه، ده روحك هتكون مرتبطه بروحه، انتوا ارواحكوا هترتبط ببعض مع الشخص ده. الشخص ده روحك هتتعلق بيه، هتتعلق بيه، انت هتتعلق بروح الشخص ده، يعني الشخص ده انت هتتعلق بروحه جامد جدا،
هيعلقك بيه جدا الشخص ده، بس هيعلقك بيه بطريقة مش سلبية زي الديفل، هيعلقك بيه او الهانج مان، هيعلقك بيه بطريقة ايجابية، هتحب فيه كل حاجة، هتحب ان انت تبقى معاه، هتحب ان انت تقضي اوقاتك معاه، وهو كمان الشخص ده كده هيحب ان هو يقضي اوقاته معاك. والشخص ده على فكرة بيتوتي جدا، بيحب البيت، وانت اللي هتحببه في الحكاية دي، هيحب يقعد معاك جدا الشخص ده، هيحب يقعد معاك. بس خلي بالكوا من الناس اللي هتفرق ما بينكوا، الشخص ده هيبقى مر بصعوبات وهتقف انت جنبه، هتقف انت جنبه، والشخص ده بداية طريق جديد ليك اصحاب المجموعة التانية بعد صحوة. على فكرة انت في صحوة، بعد صحوة هتقابل الشخص ده، هتقابل الشخص ده. ده انا عندي نمبر 10 يكون هتقابله بعد ان شاء الله بعد 10 اوقات. ممكن يكون الشخص ده بحرف ايه؟ ناخد الجي، البي، الاي، التي، الاس، ايه تاني، الدبليو، الاف، الكي، الاي، انا قلت تي اند ان. دي ممكن تكون من حروف الشخص ده. نيكست مانس، اوبا، لا ده الشخص ده هيجي لك بسرعه، الشخص ده يعني اعتقد ان انت ان شاء الله لما تسمع الفيديو فهوب الشخص ده هيظهر في حياتك ان شاء الله، يعني باذن الله. نيكست مانس الشخص ده هتقابله خلال شهور، خلال شهور، ودي دعوتك لربنا سبحانه وتعالى. بص يعني حتى الكارد بيقول خمسة وخميسة، انا مش انا مش عارفة هو بيخمس على مين، عليا ولا عليكم. فالشخص ده هيخاف من الحسد على فكرة، وخاف من الحسد الشخص ده، اول ما يدخل في حياتك خاف من الحسد. انا بقول لك اهو هيكون فيه مواصفات حلوة جدا وهتتحسدوا عليه يعني. طيب ناخد من الرومانس بقى، وناخد يلا من الاوراكل دي. لو انت عندك سؤال في بالك يا ريت تحط سؤال في بالك عشان نجاوبك عليه في الفيديو ده. ايوه هي دي فرصه، فرصه الشخص ده، فرصه. لو في سؤال في بالك فالاجابه هي فرصه، الشخص ده فرصه، مش عارفه مين هو. طيب فرصه الشخص ده بالنسبه لك فرصه، امسك فيها بايديك واسنانك. الكارد التاني بيقول لك ابقاء ايجابي، وانا قلت لك الكلام ده فين؟ لما قرينا طاقتك، لما قرينا طاقتك قلنا ايه؟ قلنا ان انت لازم تكون ايجابي، صح؟ فالكارد هنا بيأكد الكلام ده، بيقول لك كن ايجابي علشان الشخص ده يتجسد في حياتك او يظهر في حياتك، فانت لازم تكون ايجابي. اصحاب المجموعه الثانيه، اصحاب المجموعه الثانيه لازم تكون شخص ايجابي، ليه؟ عشان تجذب ليك الشخص ده او يظهر في حياتك، لازم انت تتمتع بالايجابيه. وربنا سبحانه وتعالى انا عندي حسن ظني، ظن عبدي بي، فانت خليك عند حسن ظنك بالله سبحانه وتعالى. فانت في طاقه سلبيه صعبه جدا 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 جدا، وانا اعذرك عليها حقيقه، انا اعذرك عليها، ولكن انت محتاج ان انت تبقى ايجابي شويه، يبقى ايجابي شويه، وافكارك تبقى ايجابيه حبه. ليه؟ لان انت طلع لك فانت تغيرات كبيره سعيده في حياتك، مش انا بقول الكلام ده، الكروت اللي طالعه لك دي القراءه بتاعتك، انت تستاهل. على فكره انت عندك عدم استحقاق، فانت لازم تعلي استحقاقك، تعلي استحقاقك، تمام؟ فانت ان شاء الله جاي لك تغيرات كبيره كبيره جدا في الحياه بتاعتك. الزواج طلع لك كارد من كروت رومانس بتقول الزواج، الشخص ده انت هتتزوجه، الشخص ده انا قلت لك هيكون توأم مروح وهيكون زواج ناجح ان شاء الله. الشخص ده لما يجي لك هيكون زواج ناجح جدا. انت في شخص حبيته من طرف واحد فبيقول لك ان الحب ده مش متبادل، او مفيش انجذاب او كيمياء متبادله، وانت كنت متعلق بالشخص ده، انت كنت متعلق بالشخص ده. لبعض منكم الشخص ده انت مش هتقتنع بيه في الاول، ليه؟ لان هيكون كبير عنك في السن، فانت هتقول ده كبير عني في السن ومش عارفه ايه، لا 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 بلاش. بالعكس الشخص ده هيكون ليك عوض، يعني هيكون ليك عوض، فانت هتحس ان الحب في الاول مش متبادل، لكن بعد كده هتحب الشخص ده، هتحبه. وفي الكارد ده بيقول الناس اللي هي في علاقات قديمة، في علاقات قديمة ومتعلقة ومنتكسة، وكل اللي بيحصل لها ده بسبب ان انت حبيت من طرف واحد، فحاول تسيب العلاقة المهببة دي
والعلاقة اللي بتأذيك والعلاقة اللي بتعيطك والعلاقة كذا كذا كذا، لأن مفيش حد بيحبنا هيقبل إن هو يشوفنا بنبكي أو يشوفنا بنتألم. تمام، دي كانت قرايتكم لأصحاب المجموعة التانية، يا رب تكون القراية عجبتكم. يا ريت لو عجبتكم تعملوا لايك للفيديو وتكتبوا لي في الكومنت ما تطوبك القراية، وشكرا ليكم، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. سلام.